الأستاذ صالح، مساء الخير. مساء النور. لو تفضلت قدم نفسك باسمك كاملا. أنا صالح بن فرج بن ناصر الغساني. ووالدك كان المرحوم فرج بن ناصر الغساني. نعم. كان الوالد بيعمل إيه؟ كان الوالد يعملوا في الزراعة، كانوا الأوليين كله يعني المهرة حقهم كله في الزراعة. وأنت في صباك وأنت صغير كنت تعمل مع الوالد؟ أنا كنت أعمل يوم بعدني صغير، كنت نعم كنت أسير معهم في الزراعة. طيب وأنت من أبناء الريف في الجنوب، يا ترى كيف هويت الغناء والموسيقى؟ الله طال عمرك، كانوا الأوليين هذولا، سمعت أنا كان عندهم قنبوس يسمونه قنبوس، اللي هو زي العود، العود يسمونه قنبوس الأول. أي وكان سيد محمد يسموه محمد العيدروس، كان عنده عود من هذا القنبوس يسموه، وكان شعبان بن رعيدان عنده واحد، وكان بن صباح عنده واحد، وكان والدي عنده واحد. والدك؟ والدي كان يعزف القنبوس. والعود هذا طال عمرك في 6 أوتار. أي شغل أول. أي ويعزفون على 6 أوتار. تسمع مين بقى اللي علمك العود؟ العود الله يسلمك ما تعلمته، تعلمت سافرت، ولما سافرت يعني الهند خريت يعني سمسمية. أيوة. أول ما أبدأ التعلم حقي. أيوة. ولما جبت السمسمية اللي بلد اللي هنا تمي تعرفها، أضرب برعة شغل بلد. أيوة. وأضرب أصوات كذا شغل بلد تسمع، وشرح شغل بلد. أيوة. كله شغل بلد. ومن بعدين صرت إلى السفر. وبعدين إزاي صرت إلى السفر وخطيت عود. أي وتميت أطرح أسطوانة، هذا أسطوانة كانت أول أسطوانات، أطرح أسطوانة في تسمع في البشتقتة وأضرب على الأسطوانة هذيك، أضرب عليها. طيب نيجي بقى للعود. على العود أضرب. مين بقى اللي علمك العود؟ ما حد علمني، علمت بنفسك. بس علمت نفسي بسبب يعني أطرح أسطوانة هذيك. أي أسطوانة هذيك خطيت العود، بس الأوتار وقت يعني ما أعرف أخاوي، أعطي واحد يعني هناك تسمع يخاوي لي إياه، بس التعلم ماشي، بس أطرح أسطوانة هذيك وأضرب على الأسطوانة. طيب يا أستاذ صالح، وانت شاب عندك 15 سنة. نعم. كنت بتغني طبعا غناء القديم، تذكر من غناء الأجداد والآباء شيء من الغنى؟ والله أفطن لابد أفطن شيء من المغاني حق الأوليين. أيوة. كما الشرح. أيوة. وكما الطبل هذا مال النساء مال البلد. أيوة. وكما البرعة مال البلد هذا. طيب ممكن نسمع من حضرتك جزء صغير من صوت من أصوات الشرح القديمة جدا؟ طيب حاضر، تفضل. Thank you.
رفيع سفينة الله اليوم يا ماشي رفيع سفينة الله اليوم يا ماشي الله اليوم يا ماشي عرفي سافر سلك بالمصطفى الهادي سكن في المدينة الله اليوم يا ماشل عرفي سافينا المصطفى الهادي ساكن في المهدي يغفر الزلة والزلة تلاهيه محي يغفر الذنب والزلة تلاهيه محي الله اليوم يا ماشي عرفي سافي أستاذ صالح. نعم. هذا الصوت من أصوات الشرح القديمة. القديمة. نعم. مين اللي كان بيغني؟ هذا يغنوه المشترحين، كانوا مشترحين ما البلد يعني، ويغنوه الأولين هذولا. ما كانش. على يضربونه على القصبة. على القصبة. هذا الشرح يضربونه على القصبة. وما على المدروف. المدروف يسمون القصبة. أيوة. لكن ما نعرفلوش مين اللي لحنه. هذا التلحين أنا الأولين أنا ما أعرف ما تأكد. منهم. أيوة. لكن سمعتوا من مين؟ سمعتوا من المشترحين، كانوا هنا يسموهم هذول المشترحين، منهم هنا في صلالة. أيوة. وهم لا يعني بيتعوض بن توفيق. ده كم من كم سنة ده؟ هذا من زمان يضربوني للآن. يعني منذ كم سنة بالتقريب؟ هذا من زمان. يعني سنين سنين. 30 سنة مثلا؟ أزيد ولا 100 سنة. كده. نعم هذا من زمان قديم.